دي بروين يسجل هدف تعادل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد. سجل كيفين دي بروين هدف التعادل لفريق كرة القدم الأول بنادي مانشستر سيتي في مرمى ريال مدريد خلال المباراة المقامة حاليا بين الفريقين بملعب الاتحاد. ريال مدريد تقدم في الشوط الأول على مانشستر سيتي بهدف رودريجو، وكان يكفي ذلك الهدف للتأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال بعدما تعادل بذهاب ربع النهائي 3-3. في الشوط الثاني تمكن كيفين دي بروين في الدقيقة 76 من تسجيل هدف التعادل بعد تسديدة من البديل جيرمي دوكو، ولكن حاول روديجر إبعاد الكرة لتجد البلجيكي يسددها في سقف المرمى. هذا الهدف يجعل المباراة في طريقها للوقت الإضافي إذا استمرت النتيجة على هذا الحال.